طيب على اي حال، على اي حال، هو انا يعني عايز اقول لكم ان احنا النيه يعني ان احنا نستخدم طريقه مختلفه في التيتشنج السنه دي. فالطريقه المختلفه اللي هي الاكتيف تيتشنج دي ما هياش معتمده على الليكشر. يعني انتوا لو انتوا يعني منتظرين ان انا اقول لكم حاجه النهارده، للاسف الحكايه دي هتبقى محبطه، لان يعني مش انا اللي هقول، المفروض ان انتوا اللي هتقولوا. فالطريقه الوحيده ان احنا نأتشيف حاجه ان احنا نبقى انتراكتيف ونبقى عاملين البري ليكتشر اساينمنتس والبوست ليكتشر اساينمنتس. دي الطريقه الوحيده ان احنا نستفيد حاجه، لان الاستفاده في الحقيقه بتبقى في البيت مش هنا. كويس. انما انا ابريشيتنج طبعا ان ده نظام جديد، وان احنا لا انتوا ولا انا حتى واخدين عليه، والمفروض ان احنا نبتدي ناخد نفسنا عليه. فلو الاساينمنت بتاع النهارده ما قدرناش نعمله، هوبفولي نقدر نادير للاساينمنت الجايه ان شاء الله. طيب فور ذا سيك اوف ذس برضو احنا هنحتاج نسبليت انتو تو جروبس، فعايزين يبقى في ستراكشر كونتينيوتي. ف يعني اقترح مثلا شعبان يبقى في ناحيه وحاتم يبقى في ناحيه، ويبقى معاكم اثنين جروبس، والزملاء اللي هيجوا هيتوزعوا على كل جروب. ف ليتس دو ذس. قربوا. حد طب قرا الريكوايرد ريدنجز؟ بسرعه. هو المفروض ان الانرجي سورسز دي، البيبر دي كانت ملخصاهم، وكانت دي عناوين البيبر دي، وكان المفروض ان احنا النهارده نتكلم على العناوين دي. فهم مقسمين الانرجي سورسز دي لدايركت كارنت كافيت ريبليشن او راديو فريكوانسي كافيت ريبليشن، وده الموست كومن طبعا حاليا، وده تحتي ايتمز كتيره. صحيح يا دكتور زهر، هو بس يبقى الجهاز. انت مروحتش العاصمة؟ رايح بعد كده. انا كلمت الراجل وكان امينة بالحمد لله، كنت مرة بس قالت لي مالي انا عايزنا رحت بالاتنين لوحدي، قلت لي جاسب تخب عبد المدرس، بس عايزين دكتور ايمان انا اللي هيجي معايا، فقعدت عليك تجمع وبعد كده انا اطلع. الله يبارك فيك، خير والمنة. انا دكتورة زيك. والكرايو والبولسيت فيلد ابليشن واذر انرجي سورسز. كويس. جروب A، نقول مين جروب A؟ شعبان ودكتور محمد، ودكتور محمود ودكتور محمد جروب A، والزملاء مع حاتم جروب B، وبعدين لما يجي حد تاني يبقى معانا جروب A. بقى تعرفوا يعني الدي سي شوك واستخدامها في الكاثيتر ابليشن، كانت أول حاجة المفروض في البيبر. أي ايدياز؟ انت فريش بقى مذاكر ده الحته دي بالذات تقريبا كنت فوتها. انا معروف ان دي كانت حاجه قديمه من قبل الارف. ايوه مظبوط. بصراحه ده معلوماتي مظبوط. عايز تقول اي انبوت ده؟ لا يعني اول حاجه استخدموها اكتشفوا يعني عملوا تاني حد يضيف اي حاجه؟ هو ده كانت اول حاجه فعلا كانت مسطره عند الاس، وبعد كده الدي بي سي حصل كومبليت هارد بلوك فتوشف بقى الايفكت بتاعها. تمام. هم بيقولوا ان اول ريبورت كان في اوائل الثمانينات، وبيقولوا ان في الوقت ده في السبعينات كانت في محاولات ان هم يوقفوا التاكي اريزميا باستخدام انترنال دي سي شوك. It happened in one of the cases got complication, like complete heart block. They thought, why not use this in the management of tachyarrhythmias? فأول ريبورت كانت سنة 81 اللي هم استخدموا
دايركت دي سي كارنت علشان يعمل كومبليت هارت بلوك. كويس. طبعا انتوا عارفين الفرق ما بين الدايركت كارنت وال والالترنيتنج كارنت مش كده؟ يعني هو الدايركت كارنت طبعا هو بيبقى ريبريزنتد ا ستريت لاين. في نون دايركشن، في حين ان الالترنيتنج كارنت ما بنتكلمش دلوقتي عن الار اف، بنتكلم عن الالترنيتنج كارنت، بيبقى اوسيليشن في الالكتريك كارنت. الالكتريك كارنت بيمشي ان تو اوبوزيت دايركشنز، ده اللي هو الاي سي. ده المفروض ان الار اف هو اقرب حاجه للاي سي كارنت ده، في حين ان الدايركت كارنت ده اللي هو الاوريجينال كان هو اول حاجه اتعملت. الدايركت كارنت ده كان ايه عيبه الاساسي؟ عيبه الاساسي هو الكولاترال دامج، انه كان انكنترولبل. يعني انت مثلا تيجي تكوي دبليو بي دبليو هيبقى عندك دامج للاتريال تيشو الادجيسنت. نفس فكره الحاجات اللي موجوده دلوقتي زي الانرجي سورسز الثانيه اللي ملهاش كنترول قوي على الكولاترال دامج، ممكن مثلا تبقى هايبوثيتيكلي تكوي في البوستيريور وول بتاع الليفت اتريوم ويحصل لك اوستوفيجيال دامج من الدايركت كارنت. فدي كانت اول محاوله اللي هي دي سي شوك، واستخدموها عشان يكو دبليو بي دبليو وعلشان يكو اتريال تاكيكاردياز، وكان في كذا ريبورت على سكسسفول كيسز. يعني في منتصف الثمانينات بقى المفروض الار اف كارنت ابتدى يطلع. والار اف كارنت هو عباره عن ايه؟ حد يفتكر ايه الديفينيشن بتاعه؟ راديو فريكونسي. شبه الالترنيتنج كارنت في ان هو عباره عن الكتروماجنتيك ويفز، يعني موجات كهرومغناطيسيه ذات هاز ا فيري هاي فريكوانسي. تمام. الفيري هاي فريكوانسي دي المفروض رينجينج زي ما انتوا قريتوا كده من 500 ل 750 هرتز بير سكند. طيب نتكلم بقى على البايو فيزكس بتاعتها. دي النقطه اللي انت كنت بتقوليها، ازاي الار اف ده ازاي الار اف ده بيعمل التريك ويابليت التيشوز. الار اف ده لما حضرتك بتوجهه على تيشوز معينه، لو في جود كونتاكت ما بين الكاثيتر وما بين التيشوز دي، المفروض انها بترانسميت الهيت اللي بيطلع من التيب بتاع القسطره ده دايركتلي انتو ذا تيشوز. النوع ده من الهيت بيسموه الريزيستيف هيت. وبعدين في نوع تاني من الهيت بيبقى لوست في التيشوز في البلاد بول اللي حوالين التيب بتاع الكاثيتر، وبيبقى كمان لوست في الابيكارديال فاسلز اللي بتغذي الميوكارديوم ده، فيسموا ده كونفكتيف هيت. فدول النوعين بتطبوا شويه مش هنا
فدول النوعين من انواع التسخين اللي بيعملهم الالكتروماجنتيك ويفز دي اللي اسمها ريديو فريكوانسي كارنت، ريزيستيف هيت وكونفكتيف هيت. طبعا اوبفيسلي المفيد والمهم والضروري هو الريزيستيف هيت، ده هو ده اللي عن طريقه انت بتعمل الليجن بتاعك، ماشي؟ في حين ان الكونفكتيف هيت ده ليه ميزه برضه، ما هواش توتال لوس. الكونفكتيف هيت ميزته ايه؟ انه it keeps the tip of the catheter cool، وده مهم. اه ده مهم قوي، لان لو التيب اوف ذا كاثيتر ده حصل لها اوفر هيتنج ووصلت لدرجه معينه من التمبريتشر، ده يؤدي الى شار فورميشن. شار فورميشن اللي هو ايه؟ اللي هو بتاع الاسود ده اللي انتم بتشوفوه على التيب بتاع اي حاجه بتسخن، يعني عباره عن مزيج من الكواجيوليتد بلاد واللوس تيشوز وكذا. ده عيبه ايه؟ الشارب فورميشن ده بيمنع الريزيستيف هيت اللي هو انت عايزه ان هو يتريت ديب انتو ذا تيشوز، فعشان كده يخلي الليجن سايز بتاعك صغير. فالكونفكتيف هيت ده نفسه ليه ميزه. طيب عنده فكره او عرف تاثير الار اف ده هيستوباثولوجيكال على التيشوز عامل ازاي؟ جروب ايه؟ ايه رايكم؟ عندكم تصور للليجن اللي احنا بنعمله ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ سواء كان جروسلي حجمه قد ايه، او كان مايكروسكوبيكلي ايه الهيستوباثولوجي بتاعه؟ انت ايه؟ شعبان ودكتور محمود ودكتور محمد ورشاد، بحس ان هو لسه جاي، جروب ايه؟ وحاتم دكتور اسراء وصامويل دكتور نورهان، جروب ايه؟ كواجيلاتيف نيكروزيس، صح، ده جزئيا صح. تفاصيل اكتر من جروب ايه؟ الليجنز اللي احنا عمالين نعرف يا عباره عن ايه؟ جروب بي طيب؟ ها؟ بيعمل ديناتيريشن للبروتين، اظن اكيد ده جزء من الموضوع. هو ده صح لحد ما فيه. خلينا الاول نتكلم على شكل الار اف ليجن في نورمال مايكارد دروسلي بيبقى عامل ازاي. البيبر دي تحديدا واظن ان ده الستاندرد بتقول ان الايريا بتاعت الليجن فورميشن دي تبقى حدود 6 ملي في 12 ملي، 6 ملي في 12 ملي. خد بالك ان الليجن اللي انت بتعمله ده بيبقى اعرض اكتر من كونه ديب، ماشي؟ طب مايكروسكوبيكلي بتبقى عباره عن ايه الحكايه دي؟ زي ما انت قلت كده، كور اوف كواجيلاتيف نيكروزس. هو انتوا فاكرين ان في نوعين من النيكروزس التفاوض، صح؟ نوع اسمه كواجيلاتيف ونوع اسمه ليكويفاكتيف، ده اشهر نوعين. فالنوع اللي بيعمله الار اف ده اسمه كواجيلاتيف نيكروز، ماشي؟ وبعدين الليجن بيبقى سراوندد باريا، الاريا دي بيسموها كونتراكشن باند نيكروزس. الاريا دي هي اللي بتفصل التيشوز اللي هي النيكروتيك في الميدل عن التيشوز اللي هي الهيلث. ودي بقى ايه اللي يميزها الكونتراكشن باند نيكروزس ده؟ انه اكروس ذا شورت اكسس اوف ذا سيل بيبقى فيه باندز، الباندز دي لما تحط عليها هيماتوكسين ونيوسين تتصبغ بينك، ف ات ستينز بينك ويز نيوسين، فبيسموها وتبان على انها باندز بعرض الخليه فيسموها كواجيلاتيف باند نيكروزس، ماشي؟ طيب ده اللي بيحصل في نورمال هيلثي مايوكارد. اللي بيحصل في سكارد تيشو مختلف شويه. يعني احنا لو جينا نكوي في سكار ريليتد في تي وندور على الليجن الصريح ده مش هنلاقيه. ليه بقى؟ لان التيشوز في الكونتراكشن، التيشوز في السكارد مايوكارديوم بيبقى ليها هيتيروجينس ريزيستنت. يعني ايه؟ يعني انت شايف النورمال مايوكارديوم ده كلهم زي بعضيهم،
وبعدين التيشوز الار اف تاثيره والهيت ده بيمشي بموزنس في كل التيشوز فيعمل لك الشكل اللي انت واخد عليه ده اللي هو اريا اوف تارجت النكروزس سراوندد باي باند نكروزس صح؟ هنا بقى ده عباره عن كولاجين ومايوسايتس وفات وكل واحد من دول ليه اتس اون ريزستيفيتي فالكوندكشن اوف هيت في كل دول ما بيبقاش يونيفورم فعمرك ما هتلاقي السوليد ليجن ده وما هتلاقي ايه؟ هتلاقي patches of fibrotic tissues وبينها areas of fiber myocardium ده وانت عامل ليجن خد بالك ده ليه انت بتعمل ablation للسكار related VT وتبقى you are sure ان انت شايف lots of red dots على السكار ومع ذلك يحصل reinduction of ventricular tachycardia لان الليجن اللي انت بتعمله ده في السكارد مايوكارديوم از نوت بيرفكت ماشي دي حاجه مهمه قوي نعرفها ماشي طبعا هو السايز ده بناء على مشوار بيتحدد على حسب ايه رايكم ايه الفاكتورز اللي بتحدد السايز بتاع الـ بتاع الارض في الجنب الباور دي اول حاجه الكونتاكت مع التيشوز والالكترود سايز دول اشهر ثلاث حاجات والديوريشن 100% فالسايزز دي بتبقى معموله على ستاندرد اوف 35 واتس فور ديوريشن اوف 45 سكندز معظم الاستاديز اللي كانت بتدرس الليجن سايز دي كانت بتثبت حجم اللي بتثبت الفاكتورز قبل ما اقرا الارتكل ده انا كان عندي قناعه وانتوا في حاجه من الحاجات اللي انا عايزكم تدوروا عليها ان when you use irrigated tip catheters المفروض ان الليجن يبقى ديب الارتكل ده بيقول غير كده ف this is one thing that we should look at انما كده كده احنا عندنا assignments كتير المره الجايه طيب practical considerations بقى في الار اف دي حاجات مهمه قوي احنا بنسمعها وبعدين احيانا من كتر ما في حاجات كتير قوي احنا المفروض نعرفها بتتوه في الوسط اسمعوا عن الباور كنترول فيرسس تمبريتشر كنترول في الريدي فريكوانسي ابليشن حد عارف الكونسبت ده ايه حد عارف ايه اللي بيستخدم commonly which is safer why is it safer الباور كنترول ولا التمبريتشر كنترول جروب ايه ايه رايكم في الباور كنترول is it a good mode ايه الكونسبت بتاع الباور كنترول؟ ده انا بعمل الار اف الباور ما يعلاش على الرقم انا محدده يعني لو كنت مثلا جاي ان في ما يعلاش مثلا عن 50 واط طب ايه اللي مش هتخليه يعني؟ انت مثبت الرقم ده ولا في حاجه تخليه ما يعلاش عن كده؟ السيت اب مثلا بتاع الابليتور بتخليه ما يعلاش عن كده ولا انت مثبت الباور ده عند رقم معين؟ هو انا لما اظبط السيت اب ده على 50 فمعناها كده ان انا اللي متحكم فيه ولا انت اللي متحكم في 50 دي الا لو عملت حاجه ثانيه هنقولها. طب بالنسبه للتمبريتشر كنترول حاتم او حد من جروب ايه؟ في ايران جاست ان هو نفسه كودنج التمبريتشر اللي انا عاملها بريست تمام متفقين يبقى اذا الباور كنترول اللي شعبان وصفه ده احنا بنقول للمكنه ادي كميه الواط الفيكسد دي بغض النظر عن ايا مما يحدث حواليك خلاص فده يسموه باور كنترول اوبفيسلي ده فيه مشكله ان لو حصل اوفر هيتنج في التيشوز دي ممكن يحصل فيها انجري زي حاجه نسمع عنها اسمها ستيم بوب مفيش فيدباك من القسطرة يقول لك هو حرارة الأنسجة دي وصلت لحد فين وبالتالي احنا سيف ولا لا الباور كنترول اون ذا التمبريتشر كنترول اون ذا اذر هاند لا انت بتقول له انا عايز اوصل للواط ال 50 هم نفس الرقم بس بتقول له بروفايدد ان التمبريتشر ما يزيدش عن رقم معين انت برضه اللي بتحدده طب هو هيعرف التمبريتشر بتاعت التيشوز ازاي؟ هو كل اللي يقدر يعمله انه يحس التب بتاع القسطره بس والتب بتاع القسطره ده بشكل غير مباشر يقول له هو
التيشوز حرارتها قد ايه ماشي، فيقوم لما يوصل للحراره دي يدز نوت ديليفر اني مور. وبعدين دي حاجه دايناميك دايناميك، كل ما يوصل للرقم ده ينزل الوات، كل ما الحراره تنزل كل ما يعلى الوات تاني لحد ما يوصل للرقم اللي انت عايزه. So this is a protective mechanism. طيب بيعمل الحكايه دي بقى ازاي؟ يعني ازاي القسطره بتحس بالتمبريتشر بتاعه التب بتاعها وبالتالي تديك فكره غير مباشره عن التمبريتشر بتاع التيشو؟ حد بقى جروب ايه؟ احنا عندنا تو سنسورز بيذكروا في الالكتروفيزيولوجي، واحد اسمه الثيرمستور وواحد اسمه الثيرموكابل. جروب ايه؟ حد يقول لنا حاجه عن الثيرمستور؟ يعرف اي معلومه عنه؟ احنا دي كهرباء قسم يعني كليه هندسه يعني ملهاش علاقه بالطب، بس المهم عشان تعرف هو ايه اللي بيحصل. جروب بي حتى عنده فكره عن الثيرموكابل؟ الثيرموكابل اللي عارفه ده اللي هو بيديكت التمبريتشر على التيب بتاع الالكترود اللي هي المفروض ان اكيوريتلي يعني بتبريزنت التمبريتشر بتاع الالكترود دي شو التفاصيل. اه الثيرموستر ممكن يعمل كده برضه، هو ده الكونسبت بتاع التمبريتشر سنسر بصفه عامه. طب هو الثيرموستر بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الريزيستنس. يعني هو بيقيس، هو سنسور كل ما تزيد الريزيستنس بتاعته ده معناه ان التمبريتشر بتقل، وكل ما تقل الريزيستنس بتاعته ده معناه ان التمبريتشر بيزيد. فهي دي الطريقه اللي هو بيحسب بيها التشينجز في التمبريتشر بتاعت التب بتاعت القسطره. الثيرمستور عيبه ايه؟ عيبه انه محتاج اكسترنال انرجي سورس، يعني محتاج يحط في فيشه الكهرباء عشان يحسب، مكنه محتاجه تحسب فمحتاجه يبقى ليها الكتريسيتي. فاوبفيسلي ده عشان يتحط في القسطره ده اكسترا كوست واكسترا لوجيستكس، ان هو يعني محتاج يبقى ليه انرجي سورس لوحده. الثيرموكابل بقى مستو غير كده. الثيرموكابل فكرته ايه؟ ان هو برضه ده هندسه، ان هو في حاجتين ومعمول من تو ماتيريالز غالبا كبر وحاجه ثانيه. الثيرمستور ده فيه هوت جانكشن وفيه كول جانكشن، والهوت جانكشن اللي هي بتقيس الحراره بتعرف حرارتها عن طريق فرق الفولتج ما بينها وما بين الكول جانكشن اللي هي المفروض ان حرارتها ثابته ماشي. فيقوم مع كل زيادة في الفولتج هو يعرف ان درجة الحرارة بتاعت التيب بتاعت التيش دي زيادة. ميزة ده، ميزة الثيرموكابل انه مش محتاج اكسترنال انرجي سورس، هو بيعمل الشغلانة دي كده سبونتينيوس، فده يخليه مور ابليكابل انه نحط في التيب بتاع القسطرة. وعشان كده الثيرموكابل ده هو اللي ليه الابر هاند في كل الاصابر. الثيرموكابل ثيرمستور I don't think it's long, any longer used في البراكتس في القسطرة الالكتروفيزيولوجي. كل اللي موجود في كل المودر الالكتروفيزيولوجي كاثيترز هو الثيرموكابل. كاثيتر تيب سايز، احنا الكاثيتر تيب سايز بقى طبعا انت بتبريسيت الباور عند رقم انت عايزه. في معظم الاحوال الرقم ده بيرينج من 30 ل 50 واط، تمام؟ انما برضو بتقول للجهاز انا مش عايز الحراره تزيد عن 48 درجه سيلسيوس، فيقوم هو يعمل الشغلانه بتاعتي يقلل الباور ويزود الباور بحيث ان هو he does not cross the temperature limit. فانت هو بتعمل كده في حين بقى ان في الباور كنترول هو لاين للتمبريتشر، انت بتقول له ديليفر هذه الكميه من الوات بيريد. عشان فكره الفوليوم كنترول والبريشر كنترول بتاع الفنتليتر، الفوليوم كنترول بتسيت تايدر فوليوم ايا كان البريشر ايه، البريشر كنترول هو بيادجست التايدر فوليوم اكوردنج للبريشر. بالظبط ده كاثيتر تيب سايز. تفتكر السمول كاثيتر تيب to deliver
باتر باور ولا اللارج كاتيتر تيب؟ ولما اقول سمول وتيب يعني انتوا عارفين اشهر مصطلح احنا بنستخدمها 4 ملم دي اللي بنكتب بيها معظم انواع الكونفشنال سوبر فينتريكولار تاكيكارديا، في حين ان احنا احيانا نسمعوا ان احنا مثلا هنكتب فلاتر فنقول عايزين الاسطره 8 ملم. يا ترى بقى الاسطره ال 4 ملم دي تعمل ايجن اكبر ولا الاسطره ال 8 ملم؟ ده سيم انرجي فورس المفروض السمولر كاثيتر تعمل ايجن. تمام صح، ودي نقطه مهمه جدا بقى في الحديث عن اللارج تيب كاثيتر، ان اللارج تيب كاثيتر هتعمل بيجر ليجن بس بروفايدد ذات يو انكريز ذا وات. فاكر الحاله اللي كانت عندنا الاسبوع اللي فات دي لما انا قلت لك ان احنا لازم نعلي الوات نوصله 60 و70 وبعض الكتب كمان بتكتب 90 و100. هما قالوا ان الاساينمنت هيبقى معاك انت، صحيح المعلومه دي؟ اه امبارح حاولنا، اه بس هو حاولنا ما كانتش احسن حاجه لان احنا كان المودلز فيه حاجات كتير مش صح، ان انا كنت فاكره مبسوط احنا كنت عشان اقعدي وانا عشان ما نعملش انتراكشن احنا اللي هنقعد. فانت عشان تزود الكاثيتر تيب سايز وتبقى عايز تعمل بيجر ليجن لازم تكون هتزود الوات. اوكي ماشي. ايه مشكله استخدام 8 ملم كاثيترز؟ لا مش موصول، مش دي القصه، مش دي القصه الاساسيه. السيجنال ريزولوشن بتبقى اقل. ليه؟ لان انت دي حاجه احنا عرفناها بدقه بعد كده لما عملوا لنا الاتش بي جريد كاثيترز وعملوا لنا المالتي الكترود كاثيترز زي البنتر ري والاوبتر ري وكذا. ايه الفرق ما بين الاساطر دي والاساطر اللي احنا واخدين على المابينج بتاعها؟ هي المسافه ما بين الالكترودز، كل ما الالكترودز المسافه ما بينهم قلت كل ما الشاربنس بتاعه السيجنال ووضوحها زاد. فعشان كده لما انت تبقى بتماب بقسطره 8 ملي الالكترود بتاعها كبير قوي كده والمسافه ما بينه وما بين البروكسيمال الالكترود قليله، الريزولوشن بتاع الاكيرسي اوف مابينج بيقل. ماشي؟ فدي احد المشاكل. المشكله الثانيه الفلكسبيليتي بتاعتها، صح؟ القسطره 8 ملي دي المفروض ان هي اصعب في المانوفر. ماشي؟ الريجيت التيب كاثيترز جروب ايه؟ حد عنده فكره عن الكلوزد لوب كاثيترز دي؟ يعرف هي بتشتغل ازاي؟ هو في نوعين من الريجيت التيب كاثيترز، نوع اسمه كلوزد لوب كاثيتر ونوع اسمه اوبن ريجيت كاثيترز او اوبن ريجيشن. فالكلوزد لوب الكلوزد لوب تقريبا الريجيشن بيبقى داخلي ما بيبقاش لو بيطلع بره خالص او حاجه، دي معلوماتي. والاوبن اللي هي اللي احنا بنستخدمها عاده اللي هي زي الكورس التيب بتاع الاسطره والفلاش بتاع. طب حد يعرف ميزه للكلوز تيب كده؟ يعني
تديش للعيان صنايع صح؟ فمش قلقان ان هو يبقى كونجستد. حد يعرف عيب للكلوستر كده؟ الانسيدنس بتاع الستيم بوب معاها اكتر ليه؟ عشان نقول لسه. طيب الريجيت التيب كاتيتر اوبفيسلي ده اوبن بورز بيحصل منها اريجيشن فيحصل كولينج للتيب فنقدر نديليفر وقت اكتر. تفتكروا مين يكول التيب اكتر؟ الكلوز تيب كاتيتر ولا الاوبن تيب كاتيتر؟ الاوبن تيب كاتيتر 100%. وعشان كده خد بالك ان انت عندك هنا فيرمو كابل اهو صح؟ الفيرمو كابل ده وظيفته ان هو يكول التيشوز يكول التيب بتاع القسطره. طيب تفتكر الفيرمو كابل ده يقدر يقيس درجه حراره التيب بتاع القسطره اكيوريتلي لما يكون حضرتك عامل اريجيشن؟ لا صح؟ هو هيقيسها اكيد بس المشكله ان هيبقى في ديسكريبنسي ما بين الحراره بتاعه التيب بتاع القسطره اللي انت يدون كده باوت وما بين التيشوز تمام. فعلشان كده ده يخلي احتماليه الستيم بوبس اعلى. ده بيحصل اكتر فين بقى؟ بيحصل في الكلوز اريجيشن من الاوبن اريجيشن. طيب ف الديسكريبنسي بقى ما بين اللي انا بقول لكم كنت عارفه وما بين الكتابه البابليكيشن دي انه لو انت ثبتت الوات ديليفر وثبتت الكونتاكت وثبتت الالكترود سايز الاريجيتد ديب كاستر ويل نوت ريزلت ان ا ديبر ليجن. عايزكم تبصوا على الحكايه دي تدوروا لنا فيها شويه وتقولوا لنا فين الصح كده ولا كده. كونتاكت فورس كاثيترز، تسمعوا عن الكونتاكت فورس كاثيترز؟ احنا اتفقنا ان العوامل اللي بتحدد الليجن سايز دول هم ثلاث عوامل او اربع عوامل اساسيين، الباور اللي انت هتعمل له ديليفري و الكاثيتر سايز تيب سايز والكونتاكت مع التيشوز، دي حاجه مهمه قوي. فاحنا لحد مثلا من 10 سنين فاتوا ما كناش عندنا اي انبوت عن الكونتاكت مع التيشوز ده غير انبوتس كلها اندايركت. انما بدايه ان احنا نعرف صراحه وبدقه ايه علاقتنا بالتيشوز كانت مع الانفنشن بتاعه الكونتاكت تيب كاثيتر. معاك معاك انا مثلا لا هم هيفرقوا براكتيكالي في ايه؟ في ان انت لو بتشتغل بنون ريجيتد كاثيتر مش هتعلن التمبريتشر بيكوز يو ار ان كلوزد سبيس هتعلن التمبريتشر ده فيري كويكلي فهي ويل نوت بي ايبل تو ديليفر اني افكتيف باور. في حين ان الريجيتد تيب كاثيتر حتى لو هي مش بتؤدي الى ديبر ليجن هي ميزتها ان فكره الكونفكتيف هيت بتبقى فيها مور برونونسد فتقدر تقول التب وتقدر تدليفر كمية الوات اللي انت عايزها. بتبقى عايزه عشان دي بريجن ده كان ماي انديرستاندينج بس يعني. بس ما هو نفس المنطق برضه في سكار في سكار الدليفري بتاع الوات اللي انت عايزه هيبقى ليميتد باي ذا اوفر هيتنج اوف ذا تيب اوف ذا كاتيتر فعشان كده مش هتقدر. انما تفصيل الديب بارتيشن دي هي اللي احنا عايزين نبص عليها. شعرك لو ده على البلوت فلو قد ايه في الدنيا اللي طبعا الحته اللي ما فيهاش بلوت فلو كويس هي اللي بتحتاج هي اللي بتحتاج الريجيشن اه لكن لو في حته عاديه او كده خلاص المفروض انا مش شايفها. اه اللي انت بتقوله صح نوعا بس مثلا يعني في السكار ريليتد في تي وانت بتكوي في اللفت فنتركل دي ما بتبقاش حته زنقه ولا حاجه ده كل الحكايه اللي انت بيبقى تحتيك سكار فالسكار ده نفسه بيخلي زي ما احنا وصفنا هيتروجينس وجايز يكون ده بيؤدي الى علو الحراره فما بيخليكش تدليفر الوات كيف فاي ثينك اتس ذا سيم كونسبت ماشي.
احنا بس التفصيله اللي احنا عايزين نتاكد منها هي حكايه ديبر ليجن. Does irrigated catheters result in deeper lesion ولا؟ هنا بقى ايه عملوا في التب بتاع الكاثيتر ده pressure transducer. البريشر ترانسديوسر ده عن طريق ترانسميتر كويل يقدر يقول لك على سوفت وير هو انت الديجري اوف كونتاكت ما بينك وما بين التيشوز قد ايه. ماشي. طب حد عنده فكره عن الارقام الفيفربل للبريشر؟ يعني احنا عايزين بريشر قد ايه تقريبا جروب ايه كونتاكت اللي هو يعني اقل من 40 موافق اقل من 5 از توتال انفكت. طبعا 10 از فيفربل. من احنا غالبا بنتارجت من 10 لحدود 25 ولا حاجه. بس الاكيد ان الداتا بتقول ان بريشر اقل من 5 از انفكتيف ات ويل ريزلت ان بور ليجن فورميشن. وبريشرز اكتر من 40 تؤدي الى هاير انسيدنس اوف بيرفوريشن اند ستيم بومبس. دي بقى الموضه الجديده بتاعت الابليشن بتاع الاف اللي هي هاير باور شورت ديوريشن ابليشن. حد عنده فكره عن الموضوع ده جروب ايه؟ سمعتوا عن الهاير باور شورت ديوريشن ابليشن ده؟ لحد اب تو 90 واتس و15 سكندز اور ليس. يعني صح بوينت باي بوينت. البروتوكول ده اشتهر في السنين الاخيره باسم كلوزد بروتوكول. كلوزد بروتوكول ده اللي هو ايه؟ هو بيتارجت البلمونري فين ايزوليشن في العينين اللي عندهم انتر فيبريليشن. هدفه ايه؟ انه يعمل فيري كلوز ميتيكولس بوينت باي بوينت مابينج اند ابليشن في كل نقطه بيديليفر هاي باور فور ا شورت ديوريشن. والديوريشن والباور معتمدين انت بتكوي فين في الليفت اتريوم. هل انت بتكوي على البوستيرور وول بتاع الليفت اتريوم ولا بتكوي على الانتيرو وول والرينج بتاع الليفت اتريوم؟ اوبفيسلي دايما البوستيرور وول عشان هو ثين وول ووراه الاسوفاجس احنا بنبقى كونسيرند عليه فبنستخدم ليس باور وليس ديوريشن. وبعدين with this protocol يعني if you do this meticulous point by point ablation you achieve isolation of the veins. وبيقولوا ان السكسس ريت از هاير than the regular protocol. طبعا انتوا عارفين ان البروتوكول العادي انت عمرك ما بتمشي على اللاين بالمسطره. لا هم هنا هدفهم انه يعني يعملوا دوتس زيها زي الكتاب بالظبط اللي هو لو دي pulmonary veins يبقى الايزوليشن بالشكل ده وكل نقطه فيها الهاي باور شورت ديوريشن ده. وبيقولوا if you achieve this you reach like 80% one year success rate of atrial fibrillation without occurrence. ماشي؟ فده بفلوس البروتوكول وده استخدام الهاي باور شورت ديوريشن. اصعب طبعا. بيحتاج سكيلز اطول في الوقت؟ لا بالتاكيد اقصر في الوقت بكتير. يعني بنتكلم في 90 دقيقه في معظم الاستاديز بير بروسيد. احنا حاليا اللي هي في ابليشن بنتكلم في 2 اورز 2 اند هاف اورز حاجه زي كده. فلا هو شورتر ان ديوريشن. بس it require more skills وبالتالي more flow علشان تقدر تعمل الـ lesions الـ accurate اللي ورا بعض دي. سوري؟ المفروض بقى ان مفيش gaps هنا. يعني الفكرة كلها ان انت ما تسيبش gaps. ان انت from the get go من اول ablation you target no gaps in this protocol. ماشي؟ مالتي الكترود كاثيتس. مالتي الكترود ابليشن كاثيتس. عدينا احنا بمراحل كتيره في المالتي الكترود ابليشن كاثيتس دي لحد دلوقتي ولا واحده منهم توك اوف. يعني كان في اسطره زمان اسمها من ميترونيكا اللي عاملاها كانت اسمها البي فاك كاثيتر. والبي فاك كاثيتر دي كانت شبه دي كده وفكرتها كانت انها بتديليفر ار اف الون the circumference of the circular mapping ester عشان تأتشيف pulmonary vein isolation. الPVAC دي كانت retracted علشان higher incidence of complications يعني collateral tissue damage و surgical injury وكذا. وبعدين جت بعديها كاثيتر ليها تقريبا نفس
المورفولوجي كانت من بايوسنس ويبستر واسمها ان مارك كاسبر، وكانت برضو نفس الكونسبت وكانت ريتراكتد بعديها بسنوات قليله. وبعدين الأسطرة اللي موجودة دلوقتي في الماركت اللي هي بيسموها الفيس دابليشن كاتر، اللي هي فكرتها انها تدليفر ار اف ما بين التو بولز دول، وبعدين انت اوبفيسلي هتايزوليت بارشالي الفين if you rotate the catheter and do another application at the area of the gaps you can isolate the whole vein. فهي دي فكرتها ودي موجودة في الماركت دلوقتي، وبيقولوا ان الريزلتس بتاعتها بروميسنج. يعني مش هتكون مستغرب خالص لو بعد فتره سمعنا انها كانت ريتراكتد تاني. يعني الاكسبيرينس مع الار اف ابليشن كاستر زي ما كانتش كويسه خالص اوفر ذا لاست لايك 20 ييرز. وبعدين بقى في شركات عاملين منها قساطر مش سيركلر مابنج كاستر بس ستيل مالتي الكترود ابليشن كاستر، دي مثلا تتحط على البوستيريور وول بتاعت الليفت اتريوم عشان تكوي كومبلكس فراكشنيتد الكتروجرامز، ودي نفس الحكايه وهكذا. وبعدين في انواع ثانيه من البساطر فكرتها متاخده من الترايو بالونز، ان هي بالون كاثر والبالون دي عليها الكترودز بتدليفر ار اف، فبدل ما هي ترايو بالون هي ار اف بالون كاثر. وفي منها كذا حاجه في الماركت دلوقتي. عارف هي دي الهوب بالون ولا دي بتدفع؟ هي طيب. طبعا طبعا. ريل تايم ابليشن ماتريكس، حد سمع عن الريل تايم ابليشن ماتريكس دي؟ دي برضو احد الحاجات اللي حصلت في اخر حوالي 4-5 سنين في الاي اف ابليشن، اللي هو حاجتين في الشركات المختلفه. يعني واحد بيسموه فورس تايم انتجرال، واحد بيسموه ابليشن اندكس. الفورس تايم انتجرال ده من اسمه، يعني هو كل اللي بيعمله ايه؟ هو انتوا عارفين اي حاجه اسمها انتجرال ليها طول وعرض كده، يعني مثلا ايه؟ فيلوسيتي تايم انتجرال. برضه نفس القصه فورس تايم انتجرال. الريكتانجل ده اللي هو حاصل ضرب الفورس، والفورس دي جايبينها منين؟ من الكونتاكت فورس انفورميشن تايمز الوقت اللي انت بتقعده على التيشو. المفروض ان في رقم معين زي 400 هيبقى جرام سكند، صح؟ لان هو كونتاكت تايمز تايم. فال 400 دول على مثلا البوستير وول، ولا 500 على الانتير وول، دول اللي بتبقى انت تارجتنج في كل ليجن علشان تقول انت بتعمل ديورابل ليجن. تمام. الابليشن اندكس، حد عنده فكره بيحط ايه زياده على الفورس تايم؟ بتزود الباور. مظبوط. ده الابليشن اندكس ده بيحط الباور في المعادله بتاعه الفورس والتايم. فبدل ما انت عندك 2 فاكتورز، لا انت عندك 3 فاكتورز، وانت ذا سيم يو تارجت ا نمبر، وليكن مثلا 5.5 على الانتيريور وول و 4.5 على البوستيريور وول، ده يقول لك ان انت بتعمل ديورابل ار اف فيجن. تمام. مين يعرف حاجه بقى عن الاذر انرجي سورسز؟ جروب ايه؟ جروب ايه؟ اختار انرجي سورس ويكلمنا عنه. جروب بي كده كله فاضل البوست فيه. ماشي. اذا احنا عايزين من جروب ايه كبوست ليكتشر اساينمنت انه يعمل لنا ارتكل عن الكارابليشن، وعايزين من جروب بي يعمل لنا ارتكل عن البوست فيه. الارتكل ده عباره عن صفحه واحده بس، صفحه فيها ريفرنسز. انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ احنا ممكن كمان، انا حاسس ان احنا عددنا اكبر. طبعا انا ما اعرفش مين هيكمل اللي احنا بنعمله ده، انما احنا ممكن نقسمكم لثلاث مجموعات بدل يعني مجموعتين.
والاساينمنت يبقى كرايو ابليشن والاساينمنت الثاني يبقى بالس فيلد ابليشن والاساينمنت الثالث يبقى اذر سورسز اوف انرجي. ماشي؟ بس كل واحد بس يكتب اسمه في الجروب معايا وان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي ندسكس الاساينمنتس بتاعتنا. لا ده ضروري نشوفها دلوقتي. بس انا عندي سؤال معلش معلش بس لكن ما كنت قريت ان هم بيعملوها ويتد فور بس الفكره ان هو رقم الاديشن رقم 400 مثلا ساعات لما ده اللي بقوله لك الورك شوب دي هم لو كتبوا رقم 400 تشيل الرقم ده بباور قليل وزودوا مثلا الدوريشن والكونتاكت فورس مع انه وصلت الرقم 400 الليجن بتبقى اقل من لو نفس الرقم 400 وصلته بباور اعلى. هما بيقولوا حد يعني وان اوف ذا فالاسيز ان هو مش بس الرقم لا هو عشان كده هي ويت فورمولا الويت بتاع الباور في الفورمولا اعلى من الباور من الويت بتاع التايم وبتاع دي معلومه مهمه قوي فورشنتلي دي بتنجيت الكونسبت بتاع الابليشن انجنز. يعني انت المفروض ان انت بايام ما طرق توصل لل 400 دول تبقى انت هيبقى تشيفد بالظبط بس هو الليجن كانت فعلا بالباور الاعلى كانت الليجن باينه الكروسلي يعني باينه اللي كانت معموله باور قريب وزودنا الفورس او زودنا الديوريشن لا الليجن باور اعلى قد ايه؟ يعني 50؟ اعلى 50 يعني كان 60 70 والباور بقى الولاية 30 40 وزودوا الديوريشن وصلنا برضو الرقم 400 بس ليجن ما كانتش. هل ده بقى بيترانسليت للكومبليكيشن ريت اعلى؟ هو ده كان طبعا في عيني بس ما اعرفش بقى هل ده طب هم كانوا بيقولوا ايه يعني هم بيقولوا ان عشان كده هم ادوبت الكونسبت بتاع الهاي باور شورت باور شورت ديوريشن. ما هو الامور ماشيه في سكه الكونسبت ده بس طبعا يعني بالمناسبه المفروض الكونسبت بتاع الهاي باور شورت ديوريشن ده اجينست الكومبليكيشنز مش ان فيفر اوف كومبليكيشنز. يعني هم بيقولوا ان انت لما تستخدم الهاي باور ده احتماليه ان انت تعمل كولاترال دامج بيبقى اقل مش اكتر لان معظم الليجن بيبقى ريزيستيف هيت واقل بيبقى كونفكتيف هيت فبالتالي ما تعملش كومبليكيشن ريت. هو ده الثيم ورا الهاي باور شورت ديوريشن. هل احنا في بيرسونال اكسبيرينس في الموضوع ده حاسس يعني لسه ما تشجعناش ان احنا نستخدم هذا النوع من الديوريشن. خلاص طلبت حتى اللي هو المفروض اسمه اندكس هو المفروض ان هو حاجات يكون ثابت المفروض. وروني بقى عملتوا ايه. هو انتوا اشتركتوا كجروبس ولا لا؟ انا ودكتور حياتي واشتركنا احنا الفكره ده الليجنز اللي بس تعالوا نتفرج يا جماعه بس انا مش موثق ان احنا هو لا الليجنز اللي هو الوقت ما كانش بيعلى بسبب مشكله في التمبريتشر بس كان يعني ده الليجن اللي اتعمل ان انا واخد عليه غرزه هو ده الابيض ده وده كلها ليجنز هو الابيض قوي وقت ما بيوصل. طب وفي فرق يعني انت عملته بالريجيتد فيرسس عادي ولا لا؟ لا الريجيشن ما كانش يعني ده ليجن المفروض معمول بقسطره نون اريجيتد بس الوات ما كانش بيعلى عشان مشكله التمبريتشر. المشكله ان هو بيتدك لو تمبريتشر من الاول خالص ما بيخليش بالديليفر الوات حاولنا نسخن حتى التيب شويه او نسخن البيس اوف ميت برضو اعتقد ان هو محتاج انكيوبيتور او محتاج تكون يعني المره الجايه ممكن مثلا نحط اللحمه في صلاين سخن مثلا والتيب برضو تبقى في صلاين يعني في نفس الميديوم هل ده هيفرق ولا بس مش عارف بقى الباتش هنحطها فين على ظهر الجفنه مثلا ولا ايه اي دونت نو اللي عملناه ان احنا حطيت يعني ديد ذا اكسرسايز يعني. طيب اللي ممكن يكون مفيد عشان نعرف الدبس بتاع الليجن ده قد ايه ان انت كنت تقطعي لنا عليه فنقوم نعرف التخنته قد ايه والويدث بتاعه قد ايه بس هو يبدو ان هو 5 مللي ولا حاجه يعني فعلا في الترانسفيرس دايامتر كده بس هاو ديب دي حاجه ممكن نعرفها بقى لما نقف على بتاع
انما اي ابريشيت ان التكنيكال ايشوز هي اللي ما خلتناش نعمل حاجه مظبوطه. انما انا كنت عايز بس نتست الهايبوثيسيس بتاع does irrigated pip catheter create a deeper lesion ولا لا. هو ده السؤال. ممكن نعيد تاني نجرب ممكن نشوف نشوف الريجيشن يعني واحده تكون شغاله ونعمل جاي. بس الفكره ان احنا ما كناش عارفين نوفر كم ده. ممكن نجرب بقى نحط الجفنه في ظهر نخبي سنوبل على في مصر. انا قعدت قبل كده اسال فقالوا لي ممكن ان انا نجيب باس اوف ووتر زي ما دكتور حاتم بيقول نحطه في نفس التمبريتشر 37 سراين ورم سراين نحط فيه البيس في ميت ونحطه تحتها نحط الباتش تبقى في ظهر الجفنه مثلا. يعني مشكله هو انت ببساطه ممكن تشوف هم بيعملوا ايه في ما هو ده عادي بالظبط عندهم عملوا ايه ونسيميليتد لو انتوا عايزين يعني. طيب يبقى احنا محتاجين حضراتكم تكتبوا اسماءكم هنا. وانا بامفسايز ان دي مش محاضره. كل الهدف ان احنا نفتح مواضيع مع بعض نقراها في البيت ونرجع نعملها نقراها هنا تاني. وطبعا لما يبقى الموضوع فيه الكتروجرامز هيبقى الموضوع يعني مور انترستنج ان احنا هنتقسم جروبس ونجيب كيسز والكتروجرامز وندسكاست مع بعض. انما ان شاء الله المره الجايه عايز حضراتكم تعملوا الارتكلز 3 ارتكلز دول. واحد على الكرايو وواحد على البلس فيلد ابليشن والتاني على اذر سورسز اوف انرجي. كل واحد فيهم صفحه خلاص لا تزيد عن كونها صفحه ومعاها الريفرنسز بتاعتها. وان شاء الله المره الجايه هنتكلم على ال 3 دي مابينج. اي انكورج يو ان انتوا تحاولوا تعملوا الاساينمنت القصير ده في الويك اند عشان يوم السبت هيبقى عندنا المحاضره الجديده ليها اساينمنت جديده. فنلتقي على خير ان شاء الله. شكرا لا السبت هبعت لكم على الجروب. وبعدين لو حد عايز يخش على الجروب تاني يبعت لي رقم تليفونه او الزملاء تبعت لي رقم تليفونه وانا اضيفهم على الجروب. طب حركه 3 دي انت حركت اقتراح منين؟ هبعت لكم ارتكل. اوكي يعني ده انا بعت لهم ارتكل هم المفروض انهم هروا قبل ما يجوا. اوكي فانا هبعت لكم ارتكل على الجروب تقروا ايه قبل ما نتناقش ان شاء الله. زي القديمه زي الدايركت كارنت اللي كان في الاول خالص. احنا قلنا الدايركت كارنت قبل ما انت تيجي بس المفروض ان في مايكروويف وفي الهاي انتنسيتي الترا ساوند و والليزر. شكرا. ممكن نعيده تاني ونخلص. طبعا لو عايز تعيده تاني نشوف المره الجايه. انا ممكن ابقى انا هبقى موجود الثلاث الجاي ممكن